تعالوا نشوف المقادير قبل ما نشتغل ونشتغل فيها مع بعض. مافن الشوفان نحتاج كوباية من الشوفان برضو تكون مطحونة ناعم جدا، مهم قوي النقطة دي، تمام؟ وعندي 2 موزة لو حجمهم كبير أو 3 موزة لو صغيرين، بس المهم برضو يكونوا مستويين. ههرسهم، هنعمهم خالص وهستخدمهم معاها. عندي معلقة صغيرة من القرفة، 4 معالق كبار من الزيت، 3 معالق كبار من العسل أو ربع كوباية سكر. لو عندك عسل نحلة هتستخدميه، لو عايزة تشيلي العسل وتحطي مكانه سكر زي الفل، الاتنين حلوين جدا. وفانيليا ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة بيكنج صودا، بتفرق قوي في الوصفة دي. البيكنج صودا بتخليه هش من جوه ونافش كده، وبتنطر أي يعني كتمة بتبقى في المافن، هي بتبقى حلوة قوي معاها. وقطع شوكولاتة مكسرة، دي طبعا اختياري، أو ممكن دارك شوكليت لو حد مثلا عامل دايت، الكلام ده كله يقدر إن هو يعني يحط دارك شوكليت أو حاجة. وبرضو خلي بالكو اللي عامل دايت عشان برضو نبقى عارفين، الشوفان فيه على فكرة سعرات، فلازم تبقوا حاسبين انتوا بتاكلوا قد ايه منه. بس هو لو احنا عايزين ناكل حاجة حلويات سعراتها لطيفة وصحية وبتبقى مشبعة، نقدر ان احنا نعمله، بس طبعا ما ناكلش برضو منه 5-6 وحدات، لان الشوفان اوريدي فيه سعرات. بس يعني هو في ميزة ان هو بيدي احساس بالشبع لمدة طويلة، فدي من فوائد برضو الشوفان، ان هو احنا لما بناكله او سواء بناكله في اي حاجه مع شرب الميه بيتخلي الشوفان يمتد في المعده، فدي من النقط المهمه قوي، هو ده اللي بيخليني احس بالشبع لوقت طويل. كل ما بشرب ميه مع الشوفان بيخلي الشوفان يمتد في المعده، فبيتضاعف حجمه، فبيفضل يملى المعده يملى المعده يملى المعده. فدي من الحاجات المهمه قوي اللي انتوا لازم تعرفوها عن الشوفان، تمام؟ طبعا وبيساعد على حركه الجهاز الهضمي، بيبقى ممتاز في الموضوع ده، ليه فوائد كتير جدا، بيعزز طبعا صحه القلب. يعني من الحاجات اللي فعلا لو دخلناها في اكلات ووصفات كتير هيبقى من الحاجات الكويسه قوي اللي انتوا تعملوها. تعالوا بقى ايه اول حاجه، هحط البضايه. بصوا برضو انا هعجن كده بالايد، يعني مش هعمل ولا في عجان ولا في اي حاجه اهو. بصوا هضرب البيضه كده مع الفانيليا، تمام، بالشكل ده مع القرفة. طبعا لو مش بتحبوا قرفة شلوها، في ناس مش بتحب طعم القرفة شلوه، مفيش مشكلة، بس هي بتبقى لايقة قوي مع الموز بصراحة والشوفان، بتبقى حلوة قوي معاها. لكن في ناس لو مش بتحبوا طعم القرفة في الحاجة ممكن تشلوها. في ناس كمان بتحط في الوصفة دي حبهان، جوز طيب، يعني بيحطوا الحاجات الشرقي شويه دي، قرنفل، مطحون، تقدروا كل ده تعملوه. هحط ربع كوبايه سكر او 3 معالق عسل نحل زي ما اتفقنا. يبقى انا حطيت البضايه، حطيت الفانيليا، حطيت عليهم معلقه قرفه، او ممكن لو حابين تقللوا القرفه برضه تقللوها، وحطيت عليهم ربع كوبايه من السكر او عسل ابيض، تمام. هبدأ هحط كل السوائل، الموز بالشكل ده، هخلط كده كله، موزتين تلاتة كده يبقوا طريين. هحط الزيت، تمام اهو، وهحط البيكنج صودا والبيكنج باودر على الدقيق الشوفان، على كوباية دقيق الشوفان، وهقلبهم كده مع بعض. يبقى أنا حطيت المكونات السائلة على بعض اللي هي البيضة، حطيت عليهم الربع كوباية من السكر والفانيليا والقرفة وقلبتهم مع بعض، وبعد كده حطيت الموز والزيت. خلاص سهل بسيطة، مقاديرها برضو سهلة جداً. وقلبت البيكنج صودا والبيكنج باودر مع كوباية دقيق الشوفان، وبعدين حطيته على السوائل اللي عندي أو الخليط السائل اللي عندي أهو،
وهقلب كده كله مع بعض بالشكل ده. كده المافن او خليط المافن عندي جاهز اهو كده، تمام قوي. ده بيبقى القوام بتاعه مظبوط وحلو قوي كده، تمام. هقلب احسن بسباتولا اهو عشان اجيب اي حاجه ما تقلبتش تحت، البيض، القرفه، الدقيق، كله كده قلب قلب قلب. خلاص جاهز جدا. طب ممكن احط قطع شوكولاته جوه، وممكن استكفي بس احط فوق الوش، فانا هحط بس فوق الوش. لو حابين تحطوا كمان جوه ينفع عادي خالص. تجيبوا بقى ممكن معلقه معيار، معلقه ايس كريم، يعني اي حاجه تحطوا بيها المقدار اهو كده. ممكن احط بدي او معالق معياريه عشان لو حابين يعني ما تبقاش بالنظر، برضو زي ما انتوا عايزين. هجيب قطع الشوكولاته دي على جنب، وهبدا ان انا هحط الخليط. انا حاطه ورق بتاع الكب كيك، يفضل تحط ورق عشان زي ما انتوا شايفين هي ما فيهاش دهون كتير، فيفضل ان انا احط ورق. البيكنج صودا حلوه جدا في الوصفه دي، فحاولوا ما تستغنوش عنها، بتفرق جامد جدا، بتخلي المافن من جوه هش ومش مكتوم خالص، فحاولوا ما تستغنوش عنها. بصوا في ساعتها هو عملنا الخليط، ما خدش وقت خالص معانا، وهنحطه اهو في الصينيه بتاعت الكب كيك في الورق. هو ريحته فظيعه، ريحه الموز مع القرفه، مش قادره اقول لكم ريحته عامله ازاي، ريحته حلوه جدا. هبدا احط املى كده كل الورق اللي عندي. هي يعني هتعمل حوالي من 9 لـ10، المقدار ده هيعمل من 9 لـ10 واحده من المافن او الكب كيك دول، تمام اهو. بصوا البيكنج صودا اصلا مدياها دلوقتي فوران، من دلوقتي تحسوا ان العجينه فايره كده. هو ده اللي انا عايزه اوصل له عشان الشوفان ما يبقاش مكتوم كده وبيبقى حاجه لكماني وانا باكلها، لا عايزه احس الاحساس ان انا باكل حاجه خفيفه. فمن الوصفات الحلوه وصحيه تقدروا تعملوها عشان تبقى سناك كده او نوع حلويات لطيف للناس اللي بتنزل في الوزن او عايزه حاجات مشبعه تقدر ان هي تعملها اهو. هقرب كده عشان ما اقعش بره بالشكل ده. خلاص فاضل هيعملوا معايا 2 3 كمان، نعملهم بقى بالمره عشان ندخلهم مع بعض اهو بالشكل ده. اي حاجه زياده امسحوها، مفيش مشكله خالص. دي كده انا هعمل دي اخر واحده خلاص. على حسب بقى انتوا مالين كمان قد ايه. نجيب بس منديل كده نمسح اي حاجه وقعت. واحنا بناخد مروه. يا مروه. ايوه. ازيك يا مروه؟ صباح الفل. صباح الفل عليك يا استاذ. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. اتفضلي جميله، انا معاكي. بقول لك عايزه اعرف طريقه عمل العيش بحبه البركه. حاضر، عينيا. عيش بحبه البركه، حاضر حبيبتي، عينيا. كنا عاملين طبعا العيش الشامي قبل كده، ينفع نعمله بنفس المقدار ده. حاول انزلك المقادير، ممكن نحط عليه حبه البركه برضو من الحاجات الحلوه، بس انا عايزه اعمل لكم بقى عجينه نعجنها بحبه البركه، هعملها لكم. حاضر، حلو العيش ده، تمام. تعالوا بقى نقول بالمره كمان العجينه بتاعه البيتزا عشان اتطلبت مننا. العجينه بتاعه البيتزا بجيب كيلو دقيق مخبوزات، يفضل ان هو يبقى مخبوزات، لو ما عنديش دقيق مخبوزات ممكن نستخدم عادي دقيق جميع الاستعمالات او الاستخدامات.
عندي كيلو دقيق هحط عليه معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره، ورشه ملح، وثلاث معالق من الزيت، يفضل يبقوا زيت زيتون. وهبدا ان انا اعجن كل الكلام ده بميه دافيه، بياخدوا حوالي نص لتر. انا ما بضيفش اي حاجه تانيه على المقدار بتاع عجينه البيتزا، فتقدروا تعملوه كده. في ناس بقى بتحط حاجات تانيه، لبن بودره، معرفش ايه، انا بعملها بالطريقه الاصليه. معلقه خميره، معلقه سكر، ثلاث معالق زيت زيتون على كيلو الدقيق، وبعجن بميه دافيه. بس دي العجينه انا بعملها. الفكره ان انا بخلي العجينه طريه، فما بخليش السوائل قليله، بخلي السوائل كويسه، وبعجنها كويس عشان اتاكد ان هي امتصت كل السوائل بتاعتها كويس. وبنعجنها حوالي 7-8 دقائق، وبعدين بنقوم حاطينها تخمر وشغالين بيها البيتزا بتاعتنا. تمام، دي عجينه البيتزا. وقلت لك طبعا ايه الحاجات اللي بتخليها تنشف معاكي وان انت تتجنبيها ازاي. عندي هنا شوكولاته اهو، هبدا بقى ايه احطها كده بالشكل ده، ومش عايزه انا عايزاها فوق الوش كده عشان لما تنفش شويه معايا تبقى الشوكولاته باينه اهو، يعني مش هنزلها جوه، هسيبها بره كده. انا بحب الشوكولاته تبقى مكسره كده احسن من الشوكليت شيبس، وبرضو على حسب ما انتوا حابين ايه. لو حابين تقللوا موضوع السعرات او بتاع، ممكن تشيلوا الموضوع بتاع الشوكولاته، يعني عادي خالص زي ما انتوا حابين، تقدروا انتوا تتحكموا في الموضوع. تمام اهو، عشان لما بتنفش الشوكولاته دي ايه بتنزل تحت شويه بس كده. تمام، تعالوا بقى ندخلها الفرن. تدخل الفرن على درجه حراره 180، شغال تحت، بس بتاخد حوالي تلت ساعه مش اكتر من كده. بصوا البسكوت عندي طلع بياخدش وقت خالص، بس طبعا بسيبه ياخد حوالي 10 دقائق، 10-12 دقيقة، 15 دقيقة بالكتير جدا. اهو زي ما انتم شايفين، شايفين البسكوت. مهم طبعا هسيبه شوية عشان لسه سخن جدا، بس مهم ان احنا نبقى حاطينه على حاجة عشان نعرف نشيله، عشان نعرف بصوا نشيلها بمنتهى السهولة. لو على الصينية مش هتعرفوا تشيلوه بالسهولة دي. تمام، يبقى احنا كده ده البسكوت خلص، شايفين ما خدش حتى وقت في الفرن. تعالوا بقى ندخل مكانه المافن. اهو اوريكم اللي انا كنت مسوياها قبل ما ندخل اهي، شايفين الجمال، شايفين شكلها حلو ازاي، شكلها حلو ولونها حلو، ويعني الشوكولاته فيها باينه كده، وبرده مهما نفشت بيبقى شكلها حلو جدا اهو. تمام، تعالوا بقى نفضيها كده هنا. بصوا بمنتهى السهولة، حطوا ورق أحسن لأن هي ما فيهاش دهون كتير، فيفضل إن أنتوا تبقوا حاطين ورق عشان تعرفوا تشيلوها زي ما أنا عاملة كده بمنتهى السهولة. أهو مش محتاجة أي مجهود، لأن الورق بيفصلها عن الصينية، فبتخليني أشيلها بمنتهى السهولة. زي ما قلت لكم الشوكولاتة، عايزين تشيلوا الخطوة دي تقدروا تشيلوها لو مش حابين تحطوا شوكولاته، وممكن تحطوا كمان شوكولاته جوه لو انتوا حابين، يعني كل ده على حسب ما انتوا حابينه. انا هوسع كده مكان عشان كمان هحط اللي هتطلع من الفرن، عشان اللي هتطلع من الفرن ان شاء الله هتستوي قبل ما نخلص، فنبقى عاملين لها كده حساب اهو.